السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقة ديال الخياطة ديال الكمام. المهم هالطريقة هذه هي اللي كنخدموا بها، لا بالنسبة للامام لا بالنسبة للقب لا بالنسبة لكل شيء، باش ما نطولش لكم الفيديو بزاف غنشارك معكم الكمام فقط. كما كتشوفوا معايا هنا عندي مفتل طرسان عاد سفيفه وكنولي نسد بالطرسان وعاد كنعاود ندير المفتل. الطريقه راها سهله بزاف كيف ما كتشوفوا. هذا عندي هو المفتل، ديجا وريتكم باش كنعرف انا المفتل من الطرسان. هانتوما المفتل فاش كنجي بحال كنبرمو تيتفسخ العكس ديال الطرسان، كل ما تنبرمو تيزيد يتبرم. واخا انا هنا في المزنزن كيف ما كتشوف عفوا في الطرسان ليه جوج جعبات، وحده صم برونز وجعبه في الموف اللون ديال التوب، وكذلك المفتل حتى هو درته لون واحد لون ديال التوب. واخا نبدا معكم على بركه الله ندوزو للطريقه ديال الخدمه. تبعوا معايا دائما تنقولها لكم من الاول حتى الاخر باش الافاده تكون واصله ان شاء الله. هانتوما انا راه طالقه المفتل و طرسان طلقتهم مزيان، يعني حليتهم بحال هكا حتى كيولي ليا مرخوف، ومن بعد كنشدهم وكندورهم بزوجهم على العنق ديالي باش كتسهل عليا الخدمه. كيف ما كتلاحظوا الثوب ها هي الوجه ديالو مطروز راه باين. نمشي انا اللقفه، نبدا الخدمه بلقفه. بالنسبة للغرزة ديال البرا كنحاول انني نصغرها شوية، ملي نكون نخدم بالطرسان نصغر الغرزة نخليها في جوج اونص، وغادي نبدا من طبيعة الحال بالمفتل هو الاول. دائما كنبداو بالمفتل هو الاول. ملي كندوز هاد المفتل الاول كندير بحال هكا، تنقلب على وجه الثوب وكندير هكا، وعاد غادي دابا نخدم الطرسان. وانا كنخدم طبيعة الحال وانا كنراقب الخدمه ديالي واش غادا هي هادي. مهم راها مزيان. ودابا غادي ندوز غادي ندير السفيفه. هاد السفيفه سميتها غورميت بالطفاير والطرسان. بالنسبه للجلابه كنحتاج ليها 6 متر تاع السفيفه بلا افتاحي في الجناب، كانوا افتاحي في الجناب والجياب 8 متر. كما كتلاحظوا معايا راه كنعاون انا الماكينه في الخدمه بيدي.
مع السفيفه كتصف غادي نسدها بحال هكا باش ما تحلش ليا. هاد النوع ديال السفيف تيكونوا زوينين. ما كيتشنتفو ما كطرا ليهم والو. كنجي كنسد السفيفه ديالي بالخياطه، كنحاول انني نمشي مع الحرف ديال السفيفه باش ملي كنجي باش نسد عاوتاني الطرفان اولا المفتل كتجيني الخدمه هي هادي. دابا غادي ندوز هنولي ندير الطرفان هو الاول. ودابا غادي نزيد واحد طرسان كنمشي غير شويه دقه دقه. هذا مفتل عفوا كنسد بيه في الملقط. وهذه هي النتيجه ديالو، كتجي زوينه. من بعد نديرو ضريس من هنا ونكمل الجلابه ان شاء الله بالخياطه ونشاركها معكم. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، تكونوا استفدتوا منه، تكونوا تعرفتوا على باش تنبداو واش بالطرسان ولا المفتل. انتبهوا لهاد المساله، دائما كنبداو بالمفتل لحقاش الطرسان تيموت على المفتل، العكس ديال الا بدينا بالطرسان. هنا المفتل ملي كتجي ديريه على الطرسان تيبقى يهرب، العكس ديال هذا المفتل على الطرسان. خوتي خواتاتي، حد هنا غادي نقول لكم تهلاو ليا فراسكم بزاف. ما تنساونيش من الدعم ديالكم، لي لايك، خليو ليا تعاليق محفزه ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف بزاف، وباي باي عليكم.